السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا فيديو اليوم سوف نتكلم عن الخاصية الجديدة التي أطلقها فيسبوك من خلال إصداره الجديد، يعني من خلال الميزاجور الجديدة ديال فيسبوك. كاينة هناك واحد الخاصية تعتبر شوية يعني خطيرة لكل مستعملي الفيسبوك. هذه الخاصية هو أن الفيسبوك واخا ما تكونش انت اونلاين، ولكن يقدر يعرف اي برنامج دخلتي ليه، اي تطبيق دخلتي ليه في التليفون عندك، ولا اي حاجه كدير في التليفون عندك، يعني كتدخل كيكون بعلم عليها. دونك انت في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش غادي ديزاكتيفي، يعني كيفاش الغاء تفعيل ديال هذه الخاصيه باش يبقاو جميع لي دوني ديالكم وجميع الامور اللي كديروا في التليفون يعني بامان. دونك اول حاجه غتمشي للفيسبوك ديالك، غتجي لهنا. دونك كما كتشوفوا هنا الفوق عندي ثلاثه ديال الشرطات، غتجي اليوم من بعد تهبط لتحت، غتمشي للبارامتر بالعربيه يعني الاعدادات هنا، وغتجي غتهبط وغتلقى هذه هي اكتيفيتي اون دور دو فيسبوك، يعني الانشطه ديالك اللي كدير انت خارج الفيسبوك. فاش كتخرج من الفيسبوك كدير بعض الانشطه، كتمشي مثلا شي تطبيق، تقدر تمشي مثلا واتساب انستغرام، تقدر تمشي مثلا تشوف دي فيديو، تقدر تمشي شي تطبيقات ديال تعليم اللغه. دونك اي حاجه دخلتي لها راه الفيسبوك غادي يكون غادي يعرفها، غادي بحال كيتجسس. دونك باش دير الالغاء ديال هذه الخاصيه غتجي لهنا اكتيفيتي اون دو اور دو فيسبوك، يعني انشطه خارج الفيسبوك، تكليكي عليها سي بون غتخرج لك هاد الصفحه هادي. غتجي هنا لتحت بلي دوبسيون، يعني اختيارات اخرى، افيشي بلي دوبسيون بور جيري فوت اكتيفيتي اون دو دو فيسبوك. دونك كليكي هنا باش تجيري سي بون. دونك غتخرج لك هادي، غتجي تكليكي على هاد الثالثه، واحد جوج ثلاثه، جيري لاكتيفيتي فيتور، جيري يعني التحكم في هاد الانشطه، كتكليكي عليها ومن بعد كتجي هنا لتحت هي جيري لاكتيفيتي فيتور، كتكليكي عليها كذلك كتجي كتلقى هنايا هاد العلامه الزرقاء. دونك غتجي تكليكي عليها هاي سي بون. دونك لاحظوا ها هما عندي هنايا في الاسفل، فاش كليكيت عليها طلع لي هادوك لي بروغرام، هادوك لي التطبيقات اللي دخلت ليهم انا. دونك هنا اللايف، هذا برنامج ديال المونتاج، دونك هنا هذا برنامج ديال تعليم اللغه، هنا هاد البارتي سي هاد اللعبه، كاع هادو اللي دخلت ليهم دابا انا، عاد دابا دخلت ليهم ها هما كلشي على الفيسبوك، شاف بلي انا راه كنت دخلت ليهم، يعني اي حاجه دخلت ليها في التليفون راه متبع وتيشوف. دونك باش ديزاكتيفي وما تبقاش انك تعطي لوتوريزاسيون، يعني بحال نقولوا الترخيص للفيسبوك باش يشوف شنو كدير في التليفون، غتجي غدير ديزاكتيفي هي هنا بالازرق ديزاكتيفي سي بون. دونك كما كتشوفوا هنا ما بقاتش زرقاء، يعني ولات رماديه، وبالتالي فانتيا درتي الغاء ديال هاد العمليه، يعني الفيسبوك ما يمكنش ليه دابا يشوف اي حاجه كدير في التليفون. دونك ردوا البال، هادي راه ضروري خصكم ديروا هاد العمليه يعني باش تبقاو في امان، لان شحال من واحد عنده لي دوني ديالو، تصاور وبزاف ديال الامور شخصيه في التليفون سي بون. دونك العمليه سهله جدا. دونك هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.